أول حاجة شكر الخاص خاص خاص لصاحبتي يسرى من يسرى بيوتي عالم يسرى، كنشكرها بزاف لأنها أخت ديالي، الحبيبة ديالي، صاحبتي، الصديقة ديالي، الأنتيم ديالي اللي كنهضروا كل نهار. الحمد لله اللي لقيتها سند ليا، وشكرا لك بزاف يسرى. علاش كنشكرها؟ حيت هي رادة معايا البال بزاف، كأنها هي اللي غادي توصل ديك المئة الألف، وبقات حاضية معايا وأنا بقيت حاضية حاضية حاضية، ولكن وصل وقت النوم ومشيت نعست وهي بقات حاضية معايا، وأنا تصبح أنا معطلة شوية وهي بقات مراقبة معايا حتى صورت لي ديك مئة ألف. كنشكرها بزاف، حاولت تقلب في جوجل على كيفاش تبقى تصورها كتطلع، ولكن هي ما عرفاش. كنشكرك بزاف الكبيدة ديالي. خير عليكم البنات، اش اخباركم وكي دايرين؟ ولاباس، ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي انضموا لسناء، مرحبا بكم والف مرحبا. الصراحه انا فرحانه بزاف بكم، ما تصوروش الفرحه دياليش، لا توصف لا توصف لا توصف. كنشكركم بزاف على هاد الثقه اللي درتو فيا ودخلتوا اشتركتوا عندي. البارح تسنيت تائد باش نوصل 100 الف نصورها وهي كتطلع، ولكن راه ما طلعت الصباح، وماشي انا اللي شديت ديال 100 الف، نيشان من بعد راه وريتكم الصوره في الاول. صاحبتي يسرى من عالم يسرى بيوتي، يسرى او لا يسرى بيوتي، صاحبتي يوتيوب، هذيك راه كيف غادي نقول لكم، هذيك راه الفرده ديالي الثانيه، لان اختي وكتسول فيا كل نهار، الهلي خطك عليا اختي يسرى، وكنشكرك كنشكر لك وليداتك. وهي يوتيوبرز مقيمه في ايطاليا اللي عندي البنات، وكتبغي تعرف مثلا ساكنه في طاليان وباغا تعرف المنتجات ديال طاليان، منين كتشري هذه من ليديل ولا منين كتشري هذه من طاطاطا، تمشي عندها وتشترك عندها. غنخلي لكم الرابط القناه ديالها في الصندوق الوصف واشتركوا عندها. وان شاء الله وان شاء الله اليوم غادي نحتفلوا بهذه، غادي نشريو حليوه، غادي المهم انتم دوزوا معايا هذا النهار هذا كيف ما دوزتوا. دابا راه يلاه فقط حطيت ليا هاد الشنيك، درت ليا قهيوه، ودخلت نقول لكم شكرا لكم بزاف على حبكم، على دعمكم، على الاشتراك ديالكم، على اللايكات ديالكم، على التعليق ديالكم، لا السلبيه ولا الايجابيه، كنشكركم عليها بزاف بزاف. لكل وحده خلات من مقصود دخلت تفرجت فيا، كل وحده نصحتني، كل وحده كتبغيني من قلبها، شكرا لكم بزاف 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 بزاف. ودابا اجي نبداو الفيديو ديالنا. شكرا. المهم بعد الفطور نض دابا كنجمع البيت. البنات انا دابا كنوريكم الحساب البنات اللي كانوا قالوا لي ورينا التنظيف اليومي ديالك. الناس القدام راه فايتين شايفين لا فيديو، بالنسبه للناس جداد ما طاحوش عليه، لهذا كنقول لكم بالنسبه للتنظيف اليومي كنبدا نمسح الغبره غير بهذا، مره في الاسبوع عاد كندير التخمال ديال حق وطريقه. التنظيف اليومي هذا كنمسح به الغبره، كناخذو من ليدل، الناس ديال المانيا غادي تلقوه في الدي ام في الشكل اخر. بالنسبه للناس ديال المغرب راه كيف مرجان، انا شفتو كيف مرجان ديك المره فاش جيت، بالي بحال هاد المناديل المعقمه في مرجان، تيكونوا شويه مبللين وفيهم رائحه ديال برودويات يعني زوينين بزاف. هادو باش كنمسح الغبار، لا من تي في ميبل ولا من السرجم ولا من فوق الطاولات. وضروري خاصني انا نحوس صراحه نصبغ ديال الدار باش تهوى شويه الدار، كنفتح شويه السرجم هناك صافي كنبدا نمسح في الغرفه.
هنايا في هاد الماريو أو هاد الخزانة ندير هاد البلاصة تندير فيها غير الحفاضات ديال النور، وهاد البلاصة كندير كنكون دايرة فيها اللعب ديالها اللي ما كتلعبش فيهم بزاف. هي الصراحة راه 97% 98% اللعب ديالها في بيتها، غير بعض اللعب اللي كنخليهم ليها لهيها كتبقى تلعب بهم كنحطهم لها تما. اي بغيت نوريكم واحد سميتو واحد الهديه كان جابها ليا خالي. خالي ما جاش عندي نهار عيد ميلاد حيت هو بحكم كيخدم عنده صالون كيخدم حلاقه، ما قدرش يجي نهار السبت، كيسالي حتى الست العشيه قال لي ما يمكنش انت نشد الطريق غير خصني ندوش على هذه. المهم نهار الاحد فاش جاي دي ماما، نهار الاثنين عفوا فاش جاي دي ماما، جاب لبنتي هذا الكسيو والزوجه ديالو في هذا البريون من هنايا كيفاش دايره عجبتني بزاف. تقدري ديري لها هكا وهكا، ها هادو هما اللي كيعجبوا الوليدات بحال ما هكا بقات تلعب بيها. غزاله كنقول لي شكرا نسيت ما وريتهاش لكم ودابا بغيت نوريها لكم، ويتا دازت على سيمانه سنه. المهم سخونه و تلبس مع اللايبه تجي زوينه. صافي هادو بغيت نوريكم شنو جاب ليها خالي. زوينات كنقول كملت هنايا لتحت من الجميع، دابا غادي ندوز نجمع هاد الماينات ديال الكوزينه. غادي نرجع لبلاصتهم حيت البارح غسلتهم وما رديتهمش لبلاصتهم، كان عندي خصني نمونطي لكم هذاك لا فيديو. وصافي شنو بغيت نقول لكم، دابا جبت الكفته غادي نحضر معاكم بالنسبه للبنات اللي طلبوني. صباح حلقينا شفي ليا. بنات طلبوني قالوا لي سناء جيبي لينا شي معكرونه في الفرن فران زعما. اليوم غادي نحضر معكم معكرونه بالبيشاميل. جبت دابا الكفته باش تطلق واحد شويه، ديما غسلت هاد الشيء اللي شربت فيه انا وهشام البارح العصير وداك الشيء ورجع معكم. بعد ما جمعت المطبخ كامل دابا غادي ندوز نحضر نور واحد المريقه ديال بطاطا وجلبانه، ما ندير فيها لا لحم لا والو حيت في العشيه غتاكل معنا حتى هي ديك المكرونيه ديال البيشاميل غتكون فيها الكفته. هذا كنحاول في الغداء ندير لها عير شي حاجه، بعض الخطرات كندير لها عير شعريه مع الحليب تغدى بها كل مره. شنو كندير لها، انا كنقلها في الطيطه، جبت لها جلبانه من الفريكو. بالنسبه للتوابل اللي غادي ندير لها، شويه الخرقوم، شويه الزيت، شويه ديال الثومه غبره والملحه صافي، وشويه الربيع راه انا حطيته هنايا والربيع هادشي اللي كندير له. ناخذ واحد المقله هنايا شعلت على الماء باش يغلى باش ندير فيه المكرونيه. هنا غادي ناخذ مقيله غندير فيها الزيت النباتي ونرمي عليها البصله، حبه بصله واحده، غادي نحك على جوج فصوص ديال الثومه شويه. من بعد ما رميت عليها جوج فصوص ديال الثومه دابا غنرمي عليها الكفته. البهارات غادي ندير واحد ماجي، انا غادي ندير كنور ديال البقري، غادي ندير وحيده، غادي ندير شويه الملحه. الملح كيبقى دائما حتى الذوق ما نكثرهاش حيت ماجي راه فيها شويه الملوحيه. ندير شويه البزار، غادي
ديال التحميره. كمون نحرك هادشي، كل ديال العناصر كلها في الكفته توابل. هنايا هو الماء بدا كيغلى، المعجنات اللي غادي ندير فيه هما هادو، هاد الشكل هذا كيجي زوين في هاكا في الفران. صافي، وغادي ندير شويه الملحه والزيت النباتيه معاها. كندير زيت نباتيه باش هذه ما تلصقش ليا. دابا غادي نضيف شويه من هاد صلصه طماطم اللي كناخذها من ليدل، زوينه كتجي في بحال هاد الوصفات، كتجي احسن من حيت مطيشه. هادي شويه سائله، غديروا حساب 4 معالق كبار، وغادي نضيف شويه الماء باش ما تجيش عاقده بزاف. تجلخت. المهم غادي نضيف دابا شويه الماء، نص كاس الماء. هكا لا 10 دقائق فوق النار. صافي، ومن بعد غادي نرجع معكم. المهم البنات، في هذه اللحظه اللي كتكونوا كتسناو في هذه تشرب شويه، غادي تبداو تحضروا صلصه البيشاميل بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش في الدار. انا كنشريها جاهزه، كتباع في جميع المحلات، ليدل، البرت عين، يومبو. نتوما لو بغيتو تصايبوها في الدار وانتو فراش عندكم، هذه اللي جاهزه، كديروا 4 كاس ديال الزيت، زيت نباتي، وكديروا معاه 4 كاس ديال الدقيق، نفس الكاس اللي عبرتو به الزيت عبروا به الدقيق، كتحركوا واحد شويه حتى يبدا يعقل، وكديروا ربعات الكيسان ديال الحليب بحال ما هذا، تضيفوهم شويه الملحه شويه البزار، كتبقاو تحركي مع التحريك طبيعه الحال باش ما يتحرقش لكم من التحت. بقاي تحلقي تحركي 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 حتى يعقد لكم ويولي بحال صلصه البيشاميل. هذه بالنسبه لصلصه البيشاميل باش كتحضرها. دابا غادي ندوز نوجدها معاكم، غادي نشوف المعجنات ديالي فين وصلوا، باقي شويه الحركه بعدا باش ما تلصقش ليا، باقي واحد شويه عاد غادي نطيب. المهم نطفي دابا على الكفته ورجع معكم من بعد. هنايا غادي نطفي على هذه، غادي ندوز نصفيها. دابا غادي ناخذ شويه ديال صلصه البيشاميل، غادي نسرحها واحد شويه هكا، غادي نصب عليها واحد شويه ديال لي بات. غادي نحركها بحال هكا بشويه حتى تطيح هكا. خلطت هذه شويه مزيان شويه مزيان. غادي ناخذ الكفته ديالي. دابا غادي نضيف المكرونيه من الفوق. صلصه البيشاميل من الفوق، اوبس
هذا هذا يا اختي انا دابا شغيل هو انا نعسه. زوينات هاي كملت سميتها معكرونه. شنو باقي خاصه؟ جبن موتزاريلا تنقرب ندخلها الفران وعاد غادي نرش عليها جبنه الموتزاريلا من الفوق وندخلها الفران دوب لينا غير هذيك الموتزاريلا البنات وكتجي رائعه. حتى الغديوه ديال نورا هي وجدات غادي نتسنى عليها واحد نص ساعه غير دفاها واحد شويه باش نعطيها لها سخونه ومن بعد عاد غادي ندير عاد غادي نغديها. الرساله ديالي اجابتي على صحاباتي وخواتاتي اللي كيسولوني امتى غادي نصايب الكوزينه كنقول لكم راه باقا كنجمع ليها. من هذا المنبر بغيت نوصل لكم ميساج هو بان فلوس يوتيوب راه ماشي شي حاجه. يعني كنت كنشد دوك البنات اللي كيقولوا كنربح فلوس من يوتيوب على ظهرهم، كنت كنربح الفلوس من يوتيوب كون انا صايبت كوزينتي، صرا درت كوزينه شحال هادي درت كوزينه بفلوس يوتيوب. لا جيتي تعولي على يوتيوب ديري بيه كوزينه ولا تشري بيه شي حاجه احلمي احلمي. حنا يوتيوب للتسليه فقط. بالنسبه لي انا في الغربه كنتلف الوقت وكنونس لخواتاتي اللي تاهما في الغربه وكيبغيو يتفرجوا في كل نهار في شي وحده اللي هي كيفاش كتخدم في دارها وعادي جدا. كاين اللي كنعطيه الحماس كاين اللي كنونسو كل واحد وعلى حساب كيفاش هو كيشوفني. المهم الزوينات خليت نور كتغدى غادي نطلع ندور ماكينه اخرى وغادي نجمع هنايا الفوق اللي راه مقرب ما نعاودش لكم بيت نور بحال ضاربه فيه الفرقعه فيه بوطه ولا ضاربه فيه شي موجه ديال التسونامي. ها انتما كتشوفوا معايا مي كطلع كتروبلو راكم عارفين الدراري الصغار عزيز عليهم لا ما روبلوش ما كيلعبوش. ايوا صافي دابا انا غادي نطلع بعدا نشر داكشي اللي قلت لكم بيتي حتى هو باقي زعما جمعتو باقي ملون. وواحد الاخت قالت لي مابقيتش تخلي نور كتاكل بوحدها وطلعي ما تخافيش على الوليدات الا كانت غطرا لهم شي حاجه غطرا لهم انتي حداهم. وانا ما كنكون غدا طالعه كنطلع معايا بيبي فون يعني كنسمع اي حاجه اي عطسه اي كحبه دارتها كنسمعها. يعني علاش علاش تعير كتكحب ولا شي حاجه كنهبط عندها تنعطيها تشرب ولا شي حاجه. المهم انا يا رد البال 7000%. كنشكرك بزاف على الملاحظه ديالك اللي خطيتي. زوينات دابا راه طلعت نور تنعس. شنو غادي ندير دابا؟ دابا راه الوحده ونص ما بغاتش تغدى. صافي درت لها واحد العصير ديال البنان مع الليمون وطلعت تنعس عليه تتفيق وغادي نغديها. رانا جففت الدار دابا شنو غادي ندير؟ غادي نطلع بالزربة نرد دوك الحوايج الماريو مزيان مينو النعاس حيت كترولني ما كنقول كنرد فيهم انا كنرد وهي كاع داكشي اللي طويتو كتهزو من الشبكه وتبدا تجبد فيه. خير في معاونه ولاني راه كترولني. حتى هي نور فاقت جالسه كنلعب انا وهي دابا طلعت بدلت دغيا كبيت عليا واحد شويه الماء دوشت وبدلت بيجامتي وهي هي فاقت كنلعب انا وياها واحد شويه. دابا 4 قلق سمين صافي ديك 4 ونص كاك ندخل المكرونه انا بنتي ندخلوا المكرونه الفران نزوقها بسميتو ندخلوها الفران. هي راه طلعي طلعي جلسي هذا ماما ناس غادي ندوز نرش عليها الفرماج من الفوق باش ندخلها الفران. الفران شعلته يسخن كاين ما حسن من وهذا ضاي ضاي. البنات ها هي الا بغيتو تخليوها تحمر من الفوق معليش بغيتو ديرو سميتو فرماج موتزاريلا ولا فرماج عادي انا درت غير فرماج عادي وكتجي على هذا الشكل هذا. المهم انا غادي نوريها لكم ملي غادي نقسمها ونحطها في الطبسيل. صافي زوينات انا حطيت ليا في الطبق ديالي تنقول لكم بالصحه والراحه. الا عجبتكم الوصفه خليوا ليا لايك. حنا غادي دابا نتقداو ونرجع ان شاء الله. زوينات حنايا تقدينا وغادي دابا للدار. خديت بعض الاغراض اللي غادي نقدر نصايب بهم
تيراميسو على واحد الشكل اللي هو جديد وسهل التحضير، كتصايب في 15 دقيقه يمكن لك تصايبي هاد التيراميسو. غنمشيو غنشارك معكم. راه خديت القوام ديالها، ديجا انا عندي فينغر سبونج في الدار اولا تيقولوا لهم اصابع الاسفنج، زوينين بزاف كيجيو في التيراميسو، كيجيو زوينين. وكان انا غنديرها بلا بيض بلا والو، انتم غادي تشوفوا معايا المقادير في الدار ان شاء الله. المهم دابا راه كاينه شحال من درجه؟ 11 درجه. ما كاينش البرد بزاف، كاين واحد الجو اللي هو معتدل. تلقاو في البيت بنات. هادو هما الاشياء اللي غادي نحتاج لهاد التيراميسو اللي كنت غنحضر معاكم. جبت سلاخروم، يعني كريم شونتي اللي المهم غتلقاوه تتوما في جميع انحاء الحوانت. جبت الشكلاط اللي غادي نحكو، انا جبت هاد بيوغ هو اللي كيجي زوين. خديت ماسكابون غير واحد الوحده ديال 250 غرام. سبونج فينغر خلاصه كانوا عندي، ما تقديتهمش دابا كانوا عندي وصافي. دابا كنقطر في القهوه باش هي اللي غادي نغطس فيها هاد سبونج. غادي ناخذ هذاك السلاخروم اولا لاكريم، غادي نطربو. كيف شفتو خديت كاس العبار ديالو وهو 200 غرام. البنات اللي غادي يقولوا لي منين خديتو من ليدل، فين كيكون حدا كوفي مالك وحدا الزبده والزيت وداك الشيء. كبيرة عامرة ديال فانيلا السائلة، تي غادي نضيفها ونضرب. غادي ناخد الجبنة ديال الماسكاربون حتى هي غادي نخدمها بالطراب. غادي نضيف الكريم على جبنه الماسكاربون وغادي نبدا نخلط، ومن بعد عاد غادي نطربهم مع بعضياتهم بالطراب. دابا غادي نضيف واحد جوج معالق ديال السكر سنيده، كيبقى الحلاوه كل واحد شحال كيبغي ديال الحلاوه في الكريم. بنات غادي نبدا ناخذ الاصابع وغادي نبدا نغطسهم في القهوه ونحط هنا. غادي نوجد جوج الى شاط غادي نبدا ندير هنا. ناخذ شويه من هاد الكريمه غادي نبدا ندير هكا. ناخذ دابا الشكلاط وغادي نبدا نحكو هكا. ندير طبقات من سبونج.
غادي نبدا نسقي من الفوق هذا الشيء اللي تبقى عندي ديال غير واحد شويه شي كلشي ثاني غادي ندير جمله زوينات. هاي التيراميسو جدات. هاد التيراميسو درتها علاش باحتفال 100,000. ما بغيتش نشري حلوه من الزنقه وانا ما بغيتش نصايب ديال الكيكالي ما تجيش تقولش ليا قلت غنحتفل ديال التيراميسو. كتكون هي هذه التيراميسو اللي كتحضر 15 دقيقه. الاخوات جبت لكم التيراميسو في متناول الجميع. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وهنايا غادي نشكركم على حبكم على الدعم ديالكم على اللايكات ديالكم على الاشتراك ديالكم على البارطاج ديالكم لكل وحده اللي كتبارطاجي قناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء ديالها. كل وحده عرفتني على الوالده ديالها. الله يحفظ لنا كاع الوالدين ديالنا. من هذا المنبر كنقدم جميع الامهات بوسه كبيره لهم اللي كيدعموني في هذه القناه. اي اخت انضمت عندي وصيفطت قناتي الاخت ديالها كنشكرها بزاف. اي اخت انضمت عندي وبارطاجات القناه ديالي مع صحاباتها وعرفتني بهم كنشكر الاخوات كلكم كنشكركم. كنتلاقى بالصدفه في الجروبات بعض البنات كيقولوا لبعضياتهم اجيو تشوفوا هذه القناه دخلي هذه القناه كنلقاهم بالصدفه كيهضروا عليا باش القناه ديالي تكبر. كنشكركم بزاف يعني كتكونوا كتبارطاجيوني دون العلم ديالي وانا غير كنطيح فيكم بارازار. كنشكركم بزاف. وهذه تيغاميسو لي لكلشي اللي ما كتصدقش لي تيغاميسو اولا المهم انا جبتها لكم بلا بيض كتصدق وما ما كتخسرش دغيا. فائر كريم وفيها الماسكاربون. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. انا ما غاديش نشعل الشموع اولا غادي ندير شي حاجه اللي كلشي اليوتيوبرز داروها. درت شي حاجه بسيطه اللي هي هذه قدمتها لكم وقدمتها لنفس ديالي. السلام عليكم البنات حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم. باي باي.